ان شاء الله النهارده هنحل الانجل باي سيكتور من كتاب المعاصر والبروموشنال بارتيز. ده الاكسرسايز نمبر 7. اداني هنا في المساله بيقول لي هنا عندي الاي بي سي دون تراينجل والاي دي ده انتيرير باي سيكتور. مطلوب مني ان اجيب ان الاي بي تايم السي دي بكام. طبعا انا عندي دون باي سيكتور فانا عندي البروبوشنال بارتيز مع سايدز، يبقى الاي بي اوفر الاي سي ايكوال الدي بي اوفر دي سي. هو طلب مني ان اجيب الاي بي اللي هو دون تايم السي دي، يبقى هنعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى كده الاي بي تايم الدي سي هو هو الدي بي تايم الاي سي. فانا عندي الاي سي اهي وادي الدي بي، يبقى الحل هيطلع لتر ايه. هنا اي بي سي دون تراينجل الاي بي 6 الاي سي 8 والبي سي كلها 10.5. مطلوب مني ان اجيب اللينس بتاع البي دي، البي دي ده هسميه اكس. يبقى انا هنا عندي من بروبوشنال، يبقى 6 اوفر ال 8 ايكوال الاكس. انا عندي كلها 10.5، هنشيل من الاكس تبقى 10.5 ماينس الاكس. طبعا هنعمل سمبليفاي، يبقى 3 اوفر 4 كروس مالتيبليكيشن. 3 تايم 10.5، 3 باي 10 30، يبقى 31.5 ماينس 3x ايكوال 4x. هنجيب الاكسات مع بعض، يبقى 4x بلس 3x ايكوال 31.5، يبقى 7x هتطلع 31.5، الx تطلع 31.5 اوفر 7 اللي هي بالكالكوليتر تطلع 4.5 اللي هي لتر سي. اللي بعد كده عندي الاكس ال، ده exterior bisector الاكس، طبعا الاكس اللي هي دي عشان الاتنين دول بيكونوا سبلمنت، يبقى هو ده triangle عندنا. عاوز اجيب ال yl، yl over ال yx. طبعا هنا عندي ده وان التراينجل، فانا عندي ال xy over ال xz equal، هنا عندنا ال bisector اللي هو ال l، تبقى ال ly over ال lz. هو طالب مني الواي سوري الواي ال، ادي الواي ال والاكس واي اللي هو ده. طبعا احنا ممكن نعمل فيرست اوفر الفيرست، يبقى السكند اوفر السكند، يبقى ال ال واي اوفر الفيرست اللي هو الاكس واي ايكوال السكند ال ال زد اوفر الاكس زد. ادي واي ال اللي هي ال واي، واي اكس اللي هي اكس واي، يبقى ال زد و ال واي ال زد. فين ال ال زد؟ هنا ال ال زد سوري والاكس زد، يبقى ال زد والزد اكس اللي هي ايه لتر سي. المساله اللي بعد كده ادانا الاي دي برضو اكستيريور باي سيكتور للتراينجل اي بي سي، ومطلوب مني ان اجيب السي دي بكام. طبعا هنا عندي الاي بي اللي هو ال 8 اوفر الاي سي 4 ايكوال الدي بي كله، هنسمي الجزء ده اكس، يبقى اكس بلس 6 اوفر الدي سي اللي هو الاكس. طبعا 8 اوفر 4 اللي هي كانها 2 اوفر 1، نعمل كروس مالتيبليكيشن تطلع 2x ايكوال x بلس 6 منها 2x ماينس x، يبقى x ايكوال 6 اللي هي الاجابه لتر بي. بعد كده قال لي هنا الريشيو بين الاي بي والاي سي 2 ل 3، يبقى هنا كانها 2 بارتس وده 3 بارتس. هو عاوز يجيب الدي بي والبي سي. طبعا هنا عندي ادي الاكستيريور وده التراينجل، فلو قلت الاي بي اوفر الاي سي البايسيكتور بيبتدي من الدي اللي هو عباره عن الدي، هنا طالما هنا دي بي ودي سي، الاي بي والاي سي ده اللي بتو اوفر 3 ايكوال الدي بي اوفر الدي سي. يبقى الدي بي كلها كام بارت؟ 3 بارتس، مش اللينس بتاعها لا، اللي هنا كام بارت وهنا سوري الدي سي كلها 3 بارت والدي بي 2 بارت. يبقى هنا لو عملنا 3 ماينس 2 هيطلع هنا 1 بارت. هو عاوز البي دي اللي هي 2 اوفر البي سي، يعني كانها 2 اوفر 1 اللي هي تطلع لتر ايه.
هنا عندي سي دي بايسكتر الانجل سي، هو عاوز يجيب الريشيو بين الاي دي والدي بي. طبعا هنا ده بايسكتور، يبقى انا كده عندي سي اي اوفر سي بي الدي اي اوفر الدي بي السي اي في المسألة اللي هي 3 اوفر السي بي 7.5 ايكوال الدي اي اللي هو عاوز يجيبها دي اللي هي الاي دي اوفر البي دي اللي هي البي دي، طبعا بالكالكوليتور او هنا باي 10 باي 10 لانها كان 30 تايم 70 اوفر 75 ديفايد 50 تبقى 2 اوفر 5 اللي هي لتر سي. هنا عندي اي بي سي ده ترينجل، قال لي الاي دي والاي اي الاثنين دول انتيريور واكستيريور، ده الانتيريور باي سيكتور وده الاكستيريور باي سيكتور، وادانا الانجل اي ديا نمبر 1 دي ايكوال 36 ديجريز. مطلوب مني اجيب ميجر اوف انجل 2. طبعا احنا قلنا الانتيريور والاكستيريور باي سيكتور الاثنين بيكونوا بيربنديكولار، يعني دي 90 وانا عندي ال1 وال2 طبعا هي كلها 180 يبقى ال1 وال2 ب 90، يبقى دلوقتي هنجيب ميجر اوف انجل 2 على طول هتطلع 90 ماينس 36 ديجريز وتطلع 54 ديجريز اللي هي لتر سي. هنا بيديني في الشكل ده اول، مطلوب مني اجيب الريشيو بين الدي اف والاف سي. طبعا نبتدي من الترينجل التاني، هنا عندي الاي اي هو الاكستيريور الانتيريور باي سيكتور، يبقى انا كده عندي الاي دي اوفر الاي بي equal 6 over 8 اللي هي كانها 3 divided to 3 over 4. وانا عندي هنا من البارلل خدت قبل كده من البارلل، يبقى from ان ال FE parallel ال CB يبقى therefore ان DF over FC equal DE over EB. طبعا احنا عندنا لما قلنا ان ده over ده طبعا هنا 6 over 8 اللي هو مقصود بيها او 3 over 4 ال DE over ال EB، يبقى therefore كده ال DB سوري هنا ال DE over ال EB هتطلع 3 over 4 اللي هي لتر D. المسألة اللي بعد كده ادينا ان ال E بي سي ده وان رايت عند البي وقال لي البي دي انتيرير باي سيكتور الانجل بي، هو عاوز يجيب اللينس بتاع الاي دي، الاي دي ده نسميه اكس مثلا اللي احنا عايزين نجيبه. طبعا هنا عندي في التراينجل ده وان رايت يبقى هنجيب الاي سي عن طريق البايساجراس سكوير روت 8 باور 2 بلس 6 باور 2 وتطلع 10، يبقى الجزء ده كله 10. طب ده ان اكس يبقى ده ان 10 ماينس الاكس. طبعا هنا عندي ده وان باي سيكتور يبقى ال 8 over 6 equal ال x over 10 minus ال x، طبعا هنا simplify اللي هي 4 over 3 cross multiplication هتطلع 3x تطلع 4 by 10 40 minus 4x sorry هنجيب ال x مع بعض يبقى 7x تطلع ب 40 ومنها ال x تطلع 40 over 7. 40 over 7 مش موجودة هنا طبعا divide 7 ال 40 فيها 5 7 سو يبقى 5 over 7 اللي هي تطلع الإجابة لتر A. المسألة اللي بعد كده عندي هنا ال AC 3 AD، طبعا هنا ممكن أقول إن ال AC over ال AD اللي بيروح مرجعش فاضي تبقى 3 over 1، يبقى ال AD كم جزء 3 parts وال AD 1 بارت، دي هنسمي مثلا بارت ده كأنه M أو 1 والجزء ده 1 هيطلع عشان هي كلها 3 يبقى ده 1 2. هنا عندنا في ده وده بارلل، فمن البارلل إن التو ترينجل دول هيكونوا سيميلر لأن عندي الأنجل ديا هيكون الأنجل ديا ومن البارلل دي قد ديا يبقى الترينجل ده والترينجل ده سيميلر، يبقى أنا كده عندي الدي اي أوفر الدي سي هي هي الدي اي يبقى ده بارت هي هي اوفر الدي بي اللي هي تو بارتس. يبقى تاني انا عندي هنا في بارلل من البارلل تو ترينجل دول هيكونوا سيميلر، وقال الاي دي تو اي دي الاي سي للاي دي 3 تو 1
يبقى هنا ده 1 1 وهنا ده كله 3، يبقى هنا الجزء ده 1 2 بارتس. ومن السيميلاريتي عشان في بارالل يبقى هنا ده 1 2 ده 1 هيبقى هو 2 ده، وال1 ده هيبقى هو ال1 ده. طبعا ده برضو لو قلنا ده 1 هيبقى جزء واحد وده برضو ايه جزئين. هنا نيجي بقى ال اي دي ده بايسكت للانجل ايه، يبقى ذيرفور هو عاوز يجيب ال اي بي اوفر ال اي اي، يبقى اقول له يبقى ال اي بي اوفر ال اي اي عبارة عن ال بي دي اوفر ال دي اي، واحنا لسه قايلين ان ال دي بي ده 1 2 بارت وهنا بارت، هتطلع 2 اوفر 1 او 2 تو 1. هنا عندي ترينجل اسمه اللي هو ترينجل، ادي ال اي سي بي وال اي دي ده الاكستيريور بايسكتور، يبقى ده الترينجل بتاعي. واداني ان ال بي سي ايكوال السي دي، واداني ال اي بي 12 مطلوب مني اجيب اللينس بتاع ال اي سي. طبعا هنا ده عندي الاكستيريور بايسكتور الترينجل اي بي سي، يبقى انا كده عندي ال اي بي اوفر ال اي سي من الجزء التاني، يبقى الدي بي اوفر الدي سي منها الاي بي عبارة عن 12 سنتيمتر، الاي سي اللي هو مطلوب اجيبه ايكوال البي دي، طبعا الجزء ده قد الجزء ده لو سميت دي اكس ودي اكس يبقى الدي بي كلها 2 اكس اوفر الدي سي اللي هي اكس، الاكس هتطير مع الاكس لان اكيد مش هي بزيرو، يبقى كده منها الاي سي هيطلع 12 ديفايدد 2 هيطلع 6 سنتيمتر اللي هو لتر سي. هنا عندي سيركل واداني الارك البي دي ايكوال الارك دي سي، طبعا طالما ارك ايكوال ارك فاحنا عندنا الانسكرايب دي ايكوال الانسكرايب دي كده. لو بصينا بقى في الترينجل اللي هو الاي بي سي، هنا عندنا الاي اي بايسكت الانجل اي او بايسكت الترينجل اي بي سي فروم ذا فيرتكس اي، يبقى كده عندي ان الاي بي اوفر الاي سي ايكوال البي اي اوفر الاي سي، يبقى كده عندي 3 اوفر 6 ايكوال البي اي اوفر الاي سي اللي هي كانها هوف. يبقى هنا عندي الجزء ده الجزء ده كده ده كانه 1 بارت وهنا 2 بارتس. هو عاوز يجيب الريشيو بين البي اي والبي سي كله، طب هنا عندي ده بارت وده 1 البي سي 3 بارت، هيطلع الحل عندنا 1 اوفر 3 اللي هو لتر سي. هنا عندي اي بي سي ترينجل واي دي انتيريور باي سيكتور، بيقول الاي بي 2 اي سي، الاي بي 2 اي سي 5 تو 3 2 بي سي 7، يبقى هنا عندي الاي بي كانها 5 بارتس والاي سي 3 بارتس والبي سي كلها عباره عن 7 بارتس. هو عاوز يجيب الريشيو بين البي دي اللي هو دون 2 دي سي، طبعا انا عندي ده باي سيكتور انتيريور باي سيكتور، يبقى انا كده عندي ان الاي بي اوفر الاي سي عباره عن البي دي اللي مطلوب اوفر الدي سي، يبقى تطلع 5 اوفر 3 ايكوال البي دي اوفر الدي سي، هو ده اللي طالبه، يبقى البي دي للدي سي هيطلع 5 اوفر 3 اللي هو لتر اي. هنا في كل المسائل دي عندنا مطلوب الفاليو في المسألة دي اللينس بتاع السي دي، ودان الاي دي دون انتيريور باي سيكتور، يبقى كده عندي الاي بي اللي هو 3.5 اوفر الاي سي 7 ايكوال البي دي اللي هو 3 اوفر السي دي اللي انا عايز اجيبه، وطبعا دي بالكالكوليتر مفيهاش مشكلة، تطلع 3 تايم 7 ديفايدد 3.5 تطلع 6 سنتيمتر. المسألة دي عندي السي بي دون انتيريور باي سيكتور الانجل سي، ومطلوب مني اجيب السي دي دون بكام. هنا السي بي هو الباي سيكتور، يبقى اول حاجة عندي دون الباي سيكتور، يبقى انا عندي السي دي اللي انا عايز اجيبه اوفر التن ايكوال الفور اوفر الفايف، ومنها السي دي 4 باي 10 40 ديفايد 5 هيطلع 8، يبقى جبنا ده 8 سنتيمتر. بعد كده عاوز اجيب السي دي دون كله، فالسي دي دون الصورة مش باينة خالص، تبقى ايكوال سكوير روت ال 8 تايم 10
ماينس الفور تايم الفايف، وتطلع زي ما تطلع بالكالكوليتر. يبقى تطلع 8 باي 10 ماينس 4 باي 5 تحت الروت. هنا عندي ال اي دي دون الاكستيريور بايسيكتور للتراينجل اي بي سي، مطلوب مني ان اجيب السي دي بكام والاكستيريور بايسيكتور بكام. طبعا هنا عندي دون، هنقول ال اي بي اوفر ال اي سي، ادي البايسيكتور اللي هو دي دي بي اوفر الدي سي. هنسمي الجزء دون السي دي اللي هو مطلوب هنسميه اكس، يبقى الاي بي 9 اوفر الاي سي 6 ايكوال الدي بي كله 12 اوفر الاكس، منها الاكس كروس مالتيبليكيشن، هتطلع 6 تايم 12 ديفايدد 9 هتطلع 8 سنتيمتر. يبقى كده جبنا الاكس دون ب 8 سنتيمتر. المطلوب التاني ان عايز اجيب الاي دي اللينس بتاعه، الاي دي ليه قانون، فبنعمل سكوير روت الـ12 كلها تايم الـ8 اللي هو الدي بي تايم الدي سي ماينس الـ9 تايم 6، ويطلع زي ما يطلع بالكالكوليتر. هنا ان each of the following عاوزين نجيب الفاليو بتاعة الاكس. طبعا هنا عندي الاي دي دون انتيرير باي سيكتور، يبقى 4 x minus 1 over 12 equal 10 over 8 اللي هي كأنها 5 over 4. ممكن نعمل هنا، ممكن نعمل cross multiplication، او هنا في 1 وهنا في 3، يبقى 3 by 5 15 equal 1 time الكلام ده، يبقى 4 x minus 1 منها ال 4 x ب 16، يعني ال x هتطلع 16 over 4 تطلع 4 سنتيمتر. بعد كده بس هي المسألة خلصت كده. المسألة اللي بعد كده عاوزين نجيب برضو الفاليو بتاعة الاكس، وده الاكستيريور بايسيكتور للتراينجل اللي هو ال اي بي سي. طبعا بنعرفها ازاي؟ لو احنا مش عارفين نجيب التراينجل دي الانجل، فالانجل السبلمنت ليها بتبقى هي الفيرتكس بتاع التراينجل اللي هو عشان ايه المطلوب يعني. فانا عندي تراينجل اي بي سي وداون الاكستيريور بايسيكتور، يبقى الاي بي اوفر الاي سي اللي هي 5 اكس بلس 2 over الـ AC اللي هو 9 equal طبعا هنا دون نبتدي من الـ A ومن الـ D، يبقى الـ DB كله اللي هو 15 و 5 20 over الـ DC اللي هو 15 divided 5 تطلع 4 over 3. ممكن هنا 3 و 9 divided 3 فيها 1 divided 3 فيها 3 تبقى 1 time الكلام ده كله، هتبقى 5x plus 2 equal 3 by 4 12 منها ال 5x 12 minus 2 10، يعني ال x تطلع 10 divided 5 تطلع 2 سنتيمتر. المسألة بعد كده برضو عندي ال BD ده interior bisector للترينجل ABC، ومطلوب مني اجيب ال value بتاعت ال x، فده ال bisector. يبقى هنا عندي ال BC over ال 8 اللي هو ال BA sorry، يبقى ال BC x plus 4 over ال 8 equal الـ x plus 1 over 5. هنعمل cross multiplication 5 by x 5x plus 5 by 4 20 equal 8 by x 8x plus 8 هنجيب 5x minus 8x تطلع 8 minus 20 يعني negative 3x equal negative 12 منها الـ x هنعمل ده divided negative 3 تطلع 4 سنتيمتر. المسألة اللي بعد كده عندي برضو الـ AD interior bisector للـ triangle ABC، ومطلوب مني أجيب الـ value بتاعة الـ x، فهنقول 10x plus 4 over 9x plus 2 equal 6x over 5x. طبعا ممكن نشيل الـ x مع الـ x لأن أكيد الـ x مش بزيرو، لأن كان ساعتها بقى اللينس ده بزيرو، ونعمل cross multiplication 9 by 6 تبقى 54x 2 by 6 12 equal 50x plus 5 by 4 20 هنجيب الاكسات مع بعض، يبقى 54x minus 50x equal 20 minus 12 يبقى منها 4x equal 8 يعني x equal 8 divided 4 تطلع 2 سنتيمتر. هنا برضو بيديني الاي دي دون interior bisector، عاوزين نجيب الفاليو بتاعة الاكس،
وكمان نجيب البريمتر بتاع التراينجل. طبعا دي ممكن نجيب حتى من تاني اعدادي، هنا دين قد دين، الانجل دي قد الانجل دين، يبقى السايد قد السايد، يبقى دون هيطلع بسبن. وطالما ده قد دون يبقى كده، يبقى دي فور ودي فور على طول. وممكن عن طريق الكونجرانس، او خلينا في الدرس بتاعنا الاي دي دين ده البايسيكتور، يبقى 7 اوفر 7 ايكوال اكس اوفر 4، منها الاكس ده تايم ده ديفايدد ده هتطلع ب 4 سنتيمتر. احنا كده جبنا الفور، وعاوزين نجيب البريمتر، سوري الاكس 4 عشان لو مش باينه، تبقى 7 و7 و4 و4، يبقى 7 بلس 7 بلس 4 بلس 4 وتطلع زي ما تطلع. المسألة اللي بعد كده برضو طالب الفاليو بتاعت الاكس والبريمتر. طبعا انا عندي دون بسيرتي وده 50 وده ان رايت، يبقى هنجيب البي سي عن طريق البيساجراس، هيبقى سكوير روت 30 بار 2 سوري 50 بار 2 ماينس 30 بار 2 تطلع 40 سنتيمتر. يبقى دي كلها تلعب بكام؟ ب 40. طبعا عاوز اجيب البريمتر، يبقى 30 و40 و50 يطلع 120. نيجي بقى للجزء اللي احنا عاوزين نجيب الاكس، دي كلها 40، يبقى الجزء ده يبقى 40 ماينس الاكس، ونشتغل عادي، يبقى 30 اوفر ال 50 ايكوال ال 40 ماينس الاكس اوفر الاكس. طبعا هنشيل الزيرو مع الزيرو كروس مالتيبليكيشن، هيبقى 3x 5 باي 40 يبقى 200 ماينس ال 5x، هنجيب الاكسات مع بعض 3x و 5x هيطلع 8x ايكوال 200، منها الاكس تطلع 200 ديفايدد ال 8 تطلع 25. يبقى دي كده تطلع 25، واكيد داون ايه 15. ولو عاوز يجيب البريمتر بتاع ترينجل، البريمتر بتاع ترينجل سوري اي بي سي، اي بي سي احنا لسه هنجيب بقى اللينس بتاع الاي دي. الاي دي احنا عارفين الطريقه بتاعته، هتبقى 30 تايم 50 ماينس ال 15 تايم 25 ويطلع زي ما يطلع، ونعمله بعد كده بلس ال 25 وال 50. هنا برضو عاوز يجيب الفاليو بتاعت الاكس والبريمتر للتريانجل اي بي سي. طبعا هنا عندي دون البي دي دون باي سيكتور، يبقى 6 اوفر اكس بلس 3 ايكوال ال 4 اوفر الاكس، نعمل كروس مالتيبليكيشن تبقى 6x ايكوال 4x بلس 12، منها ال 2x تطلع 12، يعني الاكس في الاخر تطلع بكام؟ الاكس ب 6. وبعد كده ايه؟ يبقى دون 6 و 3 ده 9 وده 6. ولو عاوز اجيب البي دي، هو هنا طلب هنا في المسألة ال اي بي سي سوري، ما طلبش البي دي، يبقى ال اي بي سي تبقى 6 بلس 9 بلس 10. المسألة دي ادان ال AD interior bisector، طالب من ال value بتاعت ال X وال value بتاعت ال AD. طبعا هنا عندي ال AD interior bisector يبقى 4 over ال X equal 3 over 4، ومنها ال X 4 by 4 divide 3 يطلع 16 over 3. بعد كده عاوز اجيب ال AD، يبقى هنعمل square root 4 تايم ال X، يبقى ال 4 تايم ال X اللي احنا لسه جايبينها 16 over 3 ماينس 3 تايم 4. طبعا نجيبها بالكالكوليتر. المسألة اللي بعد كده برضو طلب مني اجيب الفاليو بتاعت ال X واللينس بتاع ال AD. هنا عندي ال AD interior bisector يبقى X over 5 equal 6 over 4، ومنها ال X يبقى 6 تايم 5 30 over 4 هتطلع 7.5 سنتيمتر. بعد كده مطلوب مني اجيب اللينس بتاع ال AD، فهو عبارة عن square root AB تايم ال AC ماينس ال DB تايم ال DC، يبقى ال AD ال AB اللي انا لسه جايبه 7.5 تايم ال 5 ماينس 6 تايم 4. هنا نفس الكلام برضه، عاوز اجيب الفاليو بتاعت ال X وال AD. فهنا عندي ال AD دون باي سيكتور انتيريور للتراينجل ABC، يبقى كده ال X over 9 equal 6 over 7، ومنها ال x 9 تايم 6 ديفايد 7 تطلع 54 اوفر 7. المطلوب اللي بعد كده اجيب اللينس بتاع الانتيريور باي سيكتور اللي هو ال AD، كنا بنعمله سكوير روت AC تايم AB ماينس CD تايم
البي دي، احنا لسه جايبين الاي سي اللي هي 54 اوفر 7 تايم 9 ماينس 6 تايم 7، ونكتب على الكالكوليتر. المسألة دي مديني الاي اي اكسيرر باسيكتور الانجل اي او الترينجل اي بي سي، ومطلوب مني اجيب الفاليو بتاعت الاكس واجيب اللينس بتاع الاكسيرير باسيكتور الاي اي. طبعا هنا عندي نفس الكلام اللي بنقوله كل مرة، الاي بي اوفر الاي بي اوفر الاي سي، اي بي اوفر الاي سي يبقى الاكس بلس الفايف اوفر الاي سي اللي هو 9 ايكوال ده كله اللي هو 12 و4 16 اوفر الاي سي اللي هو 12 اللي هي نعملها 4 اوفر 3 وهنا 1 وهنا 3، وبعد كده بنعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى اكس بلس 5 تايم 1 تطلع ب 12، ومنها الاكس هتطلع 12 ماينس 5 تدينا 7. طبعا اللي ما بيحبش يختصر كده يشتغل عادي تمام كده عشان ما يغلطش يعني. بعد كده عاوز اجيب الاي اي عبارة عن السكوير روت، طبعا هنا الاي اي بتبقى من بره، الاي بي كله اللي هو 16 تايم الاي سي اللي هو 12 ماينس احنا جبنا الاكس ب 7، 7 بلس 5 اللي هو 12 تايم الاي سي اللي هو 9، وتدينا زي ما تدينا بالكالكوليتر.